بيان حرائر جسد الشغور. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الأحباب الثوار، يا أبناء جسر الشغور الأبية، باسم حرائرها نستنهض هممكم ونستلهب مشاعركم ونستنجد بشهامتكم، فأنتم أهل الشهامة والشجاعة وأنتم السباقون، فلكم ماض يتكلم عنكم في عام 1980، ولكم حاضر تكلم عنكم، ولكم المستقبل إن شاء الله. ها قد مضى على أهلنا في تركيا 7 أشهر وهم مهجرون، وقد استبيحت البلاد والمساجد، وقتل الشباب والأطفال والكهول، وهتكت الأعراض وكسرت المحلات، وارتفعت صرخات النساء مستنجدة بكم مستغيثة، فأين المعتصم من صرخة الحرة؟ أيها الثوار الأحباب، أين أنتم من صرخة الحرة؟ يا أصحاب الشهامة والحمية والكرامة والنفوس الأبية، هبوا هبة ربانية لتعيدوا مجد سوريا ومجد جسر الشغور الأبية. وللمراقبين العرب نوجه نداء، إن أتيتم إلى مدينتنا فيكفي أن تتذكروا أهلنا اللاجئين على أرض تركيا لكي تعلموا الحقيقة. ونوجه نداء إلى الجيش السوري ونقول له: إلى متى ستبقى تقتلني يا أخي؟ فنحن أهلك وأبناء بلدك، ولا ننظر إليك إلا بعين الوطن، فالأجدر بك أن تنشق عن هذه العصابة الأسدية. فهبوا يا شباب بلدي ونحن معكم، هبوا أيها الأبطال، هبوا أيها الأحرار. الله معنا، الله ناصرنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.